انك تتابع الكره دي يا كابتن محمد. طب ممكن نعرف سكور الماتش؟ طيب هي دي كره المباراه غالبا، فهنتابعها معاك ومع جماهير النادي الاهلي. ماتش بوينت. كده خلاص اعتقد كده الماتش خلص 25-13. ده الفاينل سكور 3-0. نهائي الكاس، كاس سيدات كره طايره، بيخلص لصالح فريق النادي الاهلي سكور 3-0. مبروك طبعا لبطلات النادي الاهلي، ومبروك لجماهير نادي الاهلي حسم بطوله الكاس المصري. ويمكن هنتابع طبعا احتفالات الفريق زي ما حضراتكم شايفينها على الشاشه. الف مبروك طبعا لبطلات النادي الاهلي. ما تنساش برضه مشوار طويل قوي، دعم برضه بتاع كابتن الخطيب وجوده في المباراه النهائيه طبعا للبنات. هو دي برضه كابتن الخطيب الحقيقه في كل المناسبات، حتى مش بس الماتشات النهائيه، يعني في بعض الاوقات بتبقى مباريات مهمه او كده بيبقى حريص دايما ان هو يبقى متواجد. وكابتن الخطيب على فكره انا مش بتكلم على موقع مسؤوليته كرئيس مجلس الاداره، انا بيتهيألي ان وجود الخطيب بشخصيته كواحد من رموز النادي الاهلي اللي بيتمتع بمكانه كبيره ومكانه خاصه جدا في قلوب الجماهير، اعتقد بيمثل دفعه كبيره جدا لاي بطل بيلعب في اي رياضه حتى لو بعيدا عن كره القدم.